السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده ازاي نعمل تشطيب للرقبة كده علشان نكون محترفات، والتشطيب الاوروبي بيبقى نضيف، التشطيب الفيديوهات الاجنبية بيبقى نضيف، احنا مش عارفين نعمل تشطيب خالص. مشكلتك وتعقيدك كله ازاي اعمل تشطيب رقبة نضيف عشان انا بتعقد من الخياطة. طب نعمل لايك ونبتدي على بركة الله، ونعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس اللي محتاجينه، ونبتدي ان شاء الله. بصوا بقى، انا هبتدي معاكم البداية تمام. واحنا رايحين نقص اي حاجه، اي بلوزه، اي عبايه، اي فستان، اي حاجه اهو من البدايه خالص. مطبقين قماشنا عشان نعمل الامام والخلف. اعملي حسابك في قماشه ثانيه، اعملي حسابك في قماشه ثانيه تمام. اهي اعملي حسابك في قماشه ثانيه اهو، مطبقها بالشكل ده من الامام والخلف، شايفين كده؟ ده كده انا بجيب لكم يعني من الاخر خالص اهو، قماشتين نفس الحكايه، انا عامله هنا امام وخلف، وانا عامله هنا امام وخلف. عايزه تحطيهم من تحت القماش ماشي، عايزه تحطيهم من فوق القماش ماشي، مفيش اي مشكله تمام. طيب اهو حطيهم في اي حته تعجبك تمام كده، تمام خالص خالص خالص. طيب احنا هنبتدي اهو نشتغل، انا هشتغل بقلم يكون واضح، بس ما تبهدليش القماش باي اقلام، انا بس عشان يكون واضح قدامك تمام. طيب عارفين اول حاجه بنعملها هي نص خط ظهر، نص خط الظهر اللي احنا بناخده تمام اهو، اللي هو ايه، اللي هو مثلا لو طفله 15 سنتي، طب خليها لو شخص كبير عشان اوريكم دوران الرقبه بشكل واضح اهو تمام كده، 19 سنتي لحد كبير تمام. و زي ما انتوا عارفين كده بقيه البطرون بتاعنا، انا يعني احب ابشركم ان انا هعيد البطرونات الاساسيه الرئيسيه للاطفال وللحريمي عشان تبقوا محترفات باذن الله، باذن الله هنبقى مع بعض محترفات. طيب دوران الرقبه 8 سنتي للحريمي 8، فانا باخد الـ8 هنا وبعمل نقطه، وانا بنفس المسطره بعمل الـ8 بالشكل ده، والف كده واعمل الـ8 بالشكل ده برضو، وارجع تاني 8 سنتي بدون ملل او كلل اهو تمام، وابتدي احط نقط بالشكل ده. الناس اللي تشتكي الدوران عندي مش مظبوط خالص بتاع الرقبه اهو، مستحيل يطلع مش مظبوط في اللي احنا عملناه ده او بالطريقه اللي احنا عملناها دي اهي كده خلاص تمام. طيب احنا عارفين ان احنا بننزل 3 سنتي في الكبار علشان ميل الابط او ميل الكتف اهو تمام. طبعا احنا مش غرضنا النهارده ان احنا نرسم بطرون، احنا النهارده بنتعلم ازاي نعمل البطانه او الفينش بتاع الرقبه اهو تمام، يعني مجازا ده البطرون بتاعك كده تمام، تمام قوي قوي قوي. طيب تعالوا كده نقص كله على بعض، احنا بنقص كام طبقه، خلي بالكم الطبقات اللي في النص صغيره مش كبيره تمام اهو، خدوا بالكم كمان من حاجه تانية، انا هنا الامام والخلف دوران واحد، يعني لو انت عايزه تعملي الخلف اصغر فما نقصش خالص الدورانات دلوقتي اهي كده تمام، انا كده ما قصتش دوران خالص تمام. طيب عايزه دوران الخلف اصغر، فانا باخد واحده من الكارو، انا غيرت لون القماش عشان يكون سهل التفاهم او سهل ان انا اشاور عليه، هناخد واحده من دي وواحده من دي اللي هم هنقصهم دوران الرقبه المدور اهو، بس اتنين اهو تمام. طيب دي اصغر شويه بتبقى 3 سنتي اهو كده خلاص، كده خلاص كده تمام، كده تمام. طيب شايفين كده، شيل بقى الامام، شايفين الجزء ده حلو قوي، الجزء ده ثابت ثابت لاي حد في اي وقت، السبعة سنتي دول، السبعة سنتي دول اهو سبعة سنتي دول
يا سادة ثابتين، هقص الكرفات بس. ايه بقى اللي حصل؟ هبتدي كده ونفرد الامام اهو. خلي بالكو ده بطرون حقيقي واساسي، يعني ممكن اكمله كصالات، فبقى عملت جلابيه للبيت. هبتدي كده ايه لا دي بتاعت ايه بتاعت الخلف، الامام اهي قد بعض بالسنتي. عارفين يعني ايه بالسنتي؟ بالسنتي. تعالوا نخيط على بعض نص سنتي كده. طيب اهو الخلف والامام، شايفين ما عملناش اي حاجه. الخطوه المهمه ايه في الموضوع ده؟ ان اعمل تفتيح اهو، ان اقص لغايه ما اوصل لغايه الخياطه، بس اوعي تعدي الخياطه احسن تبقي دمرت الدنيا اهو. دي لو انا هعمل فستان، هعمل عبايه، هعمل اي حاجه اهو. ده التشطيب الاجنبي بقى. شايفين كده؟ انا كده خلاص عملت الامام والخلف. طيب المفروض بقى لما بيتخيط لكده لجوه اهو، وبيبقى مستريح طالما عملت التفتيح اهو. تمام. طيب انا بس عايزه اوريكم دلوقتي كده على الظهر وكده على الظهر، نركز قوي قوي في الخطوه دي اللي هي ايه، اللي هي خطوه ان انا الموديل او المنتج لما افتحه نفسي تتفتح كده واحس ان كل حاجه فيه مظبوطه. لما بتروحي تشتري حاجه جاهزه اول حاجه بتعمليها بتروحي داخله كده في الفستان، بتفتشي كده في الفستان، تشيبه بيعجبك كده بتنشرح ليه قوي. تمام. طيب شايفين اهو خدت الكتف ده وطلع الجزء ده كده اهو، ده طلعته اهو. تمام. وده كمان اهو الخياطه بتاعته بتكون كده. شايفين قد بعض ازاي؟ شايفين الباحثين عن الدقة، الباحثين عن الدقة يا جماعة، والفينش اهو. تمام. انا باخد الخياطة دي مع الخياطة دي، وباخد الجزء الكارو ده مع بعضه، وبكمل الكتف ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. طيب خيطها واجيلكوا اهو. شايفين خيطنا بالشكل ده. تمام. طيب فلما تلاقي الموضوع هتلاقيه بالشكل ده كده، واهم حاجة ان الجزء ده يكون شكله كويس. تمام. طيب نفس الحكاية الناحية التانية اهو بنفس الطريقة، الجزء ده كده مع بعضه والجزء ده مع بعضه اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ده كده تشطيب الرقبة اهو، لا كوينا ولا عملنا، شايفين لسه حتى ما كويناش اهو. طيب معانا الخيط بتاعنا نفس اللون، شايفين لو الخيط بتاعنا نفس اللون وكده مهتمين بالتفاصيل، هنروح نخيط من بره بالشكل ده عشان اكون اديت شكل نهائي، شكل جمالي لما بيكوي الموضوع ده بيكون في منتهى الروعة. تعالوا كده نشوف ازاي نخيط بطريقة منسقة. الخياطة تبقى على وش القماش. تمام. وركز قوي، زوم هنا يا عبد الرحمن لو سمحت، في الدواس مشط الابره يكون مظبوط، علشان اهم حاجه عندي ما اروحش واجيب الخياطه، اهم حاجه عندي ما اتحركش كتير بالخياطه، ما تبقاش معوجه. لو انا مش واثقه ان انا هخيط بشكل مظبوط، لا يبقى اكوي واكتفي بخطوه المكوه. لا انا حاسه ان انا ممكن اظبط بشيء من الهدوء، بشيء من الثبات. انت بتعملي حاجه بتحبيها، انت بتعملي حاجه نفسك تطلع حلوه علشان تحترفي، علشان اهو شايفين توصلي لشيء يرضيكي تستغني بيه عن شراء الملابس الجاهزه تماما اهو. روح ماشيه بالشكل ده. اهم خطوه عندي هي دي، اي حد هيبص في شغلك هيبص في الموضوع ده اهو. اي حد هيحدد يعني ان انت ممتازه ولا لا، محترفه ولا لا، من خلال النقطه دي.
حتى لما بثبت بثبت بهدوء قوي. شايفين كده تشطيب الرقبه زي ما انتم شايفينه، مفيش اي اثر لخياطه. مكوه مهمه جدا في شغلك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم سهل وبسيط، عشان نكمل الفيديوهات الجايه ان شاء الله تفاعل قوي قوي جدا، نعمل لايكات كتير علشان نكمل في سلسله التشطيبات وتصليح الملابس واللانجيري والمشاريع ومعاكم في اي حاجه ان شاء الله. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.